أرحب بضيفي هنا في الأستوديو من طهران توحيد أسدي الباحث الإيراني في الشأن الأمريكي وكذلك الأستاذ في جامعة طهران. مرحبا بك سيد توحيد، وأبدأ معك من نسبة المشاركة التي يبدو أنها الهاجس الأكبر لدى السلطات الإيرانية منذ الجولة الأولى. كان هنالك دعوات لمشاركة واسعة، وفي هذه الجولة مرشد إيران علي خامنئي أيضا جدد هذه الدعوات، ولكن في الجولة الأولى كانت النسبة الأقل بين الانتخابات الإيرانية على الإطلاق فقط 40%، وفي هذه النسبة يبدو أن الارتفاع سيكون طفيفا. إلى ماذا تعزو هذا الانخفاض في نسبة المشاركة؟ في البداية شكرا جزيلا لاستضافتي. بناء على التقارير ومراقبتي الخاصة، كان هناك توقع لمشاركة أكبر في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، ولكن الأمر هو أنه في الدورة الأولى كان هناك نسبة قياسية منخفضة من المشاركة، وهذا يمكن لعدة أسباب. أولا ربما لأنها كانت انتخابات مبكرة، أن الدولة بأكملها كان لديها 50 يوما فقط لتحضير هذه العملية بأكملها، وهي بالعادة تتطلب أشهر وسنوات. ثانيا بالعادة الانتخابات الرئاسية تتم بطريقة متتالية بين المجالس، هناك انتخابات للمجالس ومن ثم يكون هناك نتائج مشاركة أكبر. والنقطة الثالثة هي أن في دول عديدة يقرر الأشخاص عدم المشاركة والتصويت، وهذا قد يكون عائدا لعدم الرضا أو ربما فقط ببساطة هذه التفضيل الشخصي لعدم التصويت من دون أي معنى معين. ولكن يجب أن نلاحظ أن هناك عدم رضا شعبي بجزء من المجتمع، وهذا جزء منه نابع من الصعوبات الاقتصادية نتيجة العقوبات المفروضة من الغرب على إيران، وهذا أيضا ناتج ربما عن المطالب الاجتماعية. ونقطة الأخيرة أنه يجب ألا ننسى أيضا عن التدخل الخارجي في إيران. إذا نظرنا هناك عشرات إن لم يكن آلاف الأشخاص الذين يتكلمون مع الدول الغربية ويطلبون من الأشخاص عدم التصويت ومقاطعة الانتخابات، وهذا لديه تأثير أيضا على الانتخابات. نعم، أنت شاب وتعمل في المجال الأكاديمي، والهاجس الاقتصادي هو من الهواجس التي تؤرق الشباب في إيران، وتحديدا من الحاصلين على درجات علمية عليا، وهم فئة كبيرة في الشارع الإيراني، يسمون أحيانا بالفئة الرمادية، يسمون بالتيار الثالث. السؤال من وجهة نظرك كشاب إيراني، من بين المرشحين الذي يجيب على الهاجس الاقتصادي للشباب أكثر؟ نقطتين. أولا عندما نتكلم عن أحد المرشحين، ما هي الأولويات؟ الأولويات هي المصالح الوطنية، ويجب أن نلاحظ أن الاستراتيجيات أو السياسات الأساسية في الدولة ليست منقسمة بين بحسب الرئيس أو لا يقوم بها الرئيس ولا حتى المرشد الأعلى، ولكن يتم تشكيلها من قوة وديناميكية معقدة أكثر تشمل جهات متعددة وعوامل متعددة. هذا يشمل الرئيس وأيضا المرشد الأعلى وجهات أخرى ولاعبين آخرين. لذلك في رأس لائحة الأولويات للأشخاص كيف سوف تحل هذه المشاكل الاقتصادية؟ السؤال يبقى واحدا، ولكن الحلول مختلفة للمرشحين. ولكن نحن نعلم أن غالبية هذه الحلول متشابهة. إيران لم تقل أبدا أنها سوف توقف المفاوضات مع الغرب إن كان تحت الرئيس السابق رئيسي أو الرئيس روحاني أو أي رئيس آخر. ففي المفاوضات أو التحدث مع الغرب سوف يستمر هذا الموضوع، على الرغم من أننا نعلم أنه للمرشح الإصلاحي هناك فرصة أفضل أو تشديد أكثر على الاستمرار في المفاوضات. ولكن إذا
انتخب جليلي كرئيس، هذا لا يعني أن إيران سوف تغلق باب المفاوضات بالكامل مع الغرب. وأمر أخير متعلق بإيران وانتقالها وتحولها في السياسة الخارجية المتعلق بالتركيز أكثر على الدول الإقليمية والمسلمة، هذا أيضا سوف يستمر إن كان مع جليلي كرئيس أو مع بازشكيان كرئيس. نعلم بأن آلية اتخاذ القرار على المستوى الاستراتيجي في إيران معقدة، هنالك عدد من المجالس بدءا بمرشد إيران وانتقالا إلى مجلس صيانة الدستور ومجلس تشخيص مصلحة النظام ومجلس الشورى وكذلك الرئاسة، هنالك أيضا الحرس الثوري، الجميع هنا يتدخل في تشكيل السياسة الاستراتيجية للبلاد بشكل أو بآخر من أجل الوصول. ولكن رئيس الجمهورية أيضا يعبر عن الشارع الإيراني وعن توجهات الشارع الإيراني، إذا انتخب رئيس إصلاحي، هل يمكن القول بأن آليات العمل في البلاد سوف تساعد هذا الرئيس الإصلاحي من أجل التوجه نحو مزيد من الانفتاح، أم أنها سوف تكون عقبة أمامه، خصوصا أن أغلب هذه المجالس تسيطر عليها جانب من التيار المحافظ؟ إذا كنت فهمت السؤال بشكل جيد، الفرق بين المرشحين هو ليس المصلحة الوطنية. نحن نعلم أن هناك للمرشحين الرغبة بإتمام المصلحة الوطنية، ولكن هذا ليس فقط داخل الدولة ما يؤدي دورا في تشكيل السياسات الخارجية، هناك أيضا أمور أخرى تحدد هذا الأمر خارج الدولة، وهذا يعتمد على من يصبح الرئيس في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يعتمد أيضا على سياسات الاتحاد الأوروبي الخارجية واتخاذ القرارات، ويعتمد أيضا على من سوف ينتخب كرئيس في إيران بشكل أساسي. كل هذه المواضيع أظن مع جليلي كرئيس سوف يكون هناك تركيز أكبر على روسيا والصين والدول الإقليمية، ولكن الأبواب سوف تبقى مفتوحة للتكلم مع الغرب. ولكن من الناحية الأخرى، إذا فاز بازشكيان سوف يكون هناك توقع بأنه سوف يكون هناك تركيز أكبر على الغرب، على الرغم من أنني أكيد من أنه لن يكون هناك نقلة نوعية في السياسات الإقليمية. أود التركيز على نقطة، وهي أن مسار التحدث مع الغرب والتفاوض مع الغرب والحد من السياسات الخارجية الإيرانية مع الغرب كان اختبر مرة لثماني سنوات وفشل هذا الأمر. وإن كان الرئيس محافظ أو إصلاحي، كلاهما يعلمان عن هذا الاختبار ويعلمان أن هذا المسار ليس آمنا وليس صحيحا أن نضع كل طاقة السياسة الخارجية فقط على الغرب، فبالتالي سوف يكون هناك نطاق واسع من السياسات الخارجية. أيضا أعود إلى سطر في السؤال الذي طرحته سابقا، هذه الأجهزة المختلفة التي تعمل في إيران وهي تمثل الدولة العميقة في إيران، المؤسسات المختلفة، يعني ربما الأغلبية فيها مع التيار المحافظ وهي أقرب إلى التيار المحافظ، مجلس الشورى، مجلس صيانة الدستور، مجلس تشخيص مصلحة النظام، هل سوف تساعد الرئيس القادم إذا كان إصلاحيا يعبر عن رغبة في الانفتاح، أم أنها سوف تتبنى وجهة النظر المحافظة؟ بكل تأكيد قبل الانتخابات هناك هذه المعاناة من الحزبين اللذين يحاولان أن يوصل مرشحهما إلى رئاسة الدولة، ولكن أظن أنه بعد الانتخابات وانتهائها سوف يكون هناك محاولة ربما لبناء هذا الوفاق الوطني، وهذه الإشكاليات التي قد نراها في النقاشات الانتخابية قد تكون جزءا من عملية الانتخابات، ولكن نحن نعلم أنه عندما نصل إلى الحلول لن يكون هناك اختلاف كبير بين اللاعبين الأساسيين. لذلك أنا مقتنع بشدة أنه سوف يكون هناك إلى حد ما مقاربات متشابهة في السياسات الخارجية بين
جليلي وبسشقيان إن كان أحدهما رئيس، وعلى الرغم من الفوارق القليلة فيما يتعلق بالمقاربة تجاه المفاوضات وهذه الأمور. الباحث الإيراني في الشأن الأمريكي وكذلك الشؤون الشرق أوسطية توحيد أسدي، شكرا جزيلا.